النهارده في وفد من النادي الاهلي راح استقبل بعثه الترجي لما جت في المطار وتم استقبالهم افضل استقبال. عايزين نطمن على فتحي بيزوك. كمل يا كابتن اسامه بس يعني ما نعرض الصور بعد المباراه بس كمل طبعا كويس من وفد الاهلي لبعثه الترجي وهي دي دايما العلاقات طيبه. لا انا بس عايز اقول حاجه كابتن اسامه، يمكن كابتن شريف سيد اديني اي فرقه على مدار التاريخ يعني اشتكت من استقبال النادي الاهلي؟ مستحيل على مدار التاريخ. مستحيل اديني اي اعلام اتكلم بالظبط، اديني اي اعلام اتكلم على يعني سوء استقبال النادي الاهلي او جمهور النادي لاي فرقه دخلت مصر في كو على كل المستويات، المستويات الافريقيه يا كابتن سيد او حتى المستويات المحليه. يعني النادي الاهلي دايما معروف بحسن الضيافه لكل الفرق، لان احنا عارفين ان كره القدم في الاخر هي امكانيات وقدرات، ودايما الفريق بيهتمش بالحاجات الصغيره دي. يعني الفريق البطل النادي الاهلي ده فريق بطل يعني، والابطال دايما يا كابتن ما بيحطوش نفسهم في الحتت الصغيره دي. زي كده اتعادلوا معانا 2-2 يا كابتن شريف بالظبط، وخرجوا خارجين بنسقفهم حتى النهارده يا كابتن شريف. شوف جمهور النادي الاهلي والاشاده بيه في التشجيع المثالي، مفيش ازازه مفيش طوبه في الملعب النهارده عكس مباراه الترجي واول اغسطس. شفت الاحداث اللي حصلت فيها؟ ده نجم اللقاء الجمهور. صح، الجمهور النهارده نجم اللقاء الاول الجمهور. الجمهور بقى خارج الملعب في استقبال البعثه، في دخول الترجي. لا يعني انا النهارده هو رايح عايز ياخد الخساره بتاعه الترجي واداء الترجي في حته ثانيه، عايز يوجه الجمهور في حته ثانيه. عايز بقى لو كان في تجاوز يا كابتن، انا اسف اقطع كلامك، يبقى في بقى قرارات رادعه، مش يقول لي بعد الماتش الفاينل لو في حد بيغلط في حقنا ناخد حقنا. يا كابتن سيد انا عايز اتاكد بس من الغرامات اللي جت على الترجي قبل المباراه. هي حاجه تناولتها بعد الاقاويل يعني مش اكيد يعني رسمي. 300,000 دولار ومباراتين بس بعد النهائي الافريقي يعني. عارف حتى لو ممكن يلعبوا السوبر لا قدر الله، فبالتالي في البطوله الافريقيه هتبقى قبل السوبر يعني. انت بتتكلم في الشهر الجاي يعني، فممكن يبقى في مباراتين زي الاهلي بالظبط. لكن اهم من كل حاجه يا جماعه العلاقات دي مهمه جدا. طب العلاقات صح. ودايما التواصل المستمر والعلاقات الجميله ما بين الاهلي وكل الفرق وكل الشعوب كمان الافريقيه والعربيه. انا عن نفسي عاشق لتونس طبعا يعني، وكوره تونس وقد ايه في كاس العالم اللي فات احنا كنا بنتمنى لتونس ان هي يعني الجول اللي جه فيهم في اخر ثانيه ده اكنه جه فينا احنا. وقد ايه عارفين ان هم فرقه محترمه جدا، وهم جايين لنا كمنتخب قريب هيلعبونا كمان. يعني بلاش يا كابتن لو سمحت الحاجات دي، ده احنا اخوات، احنا وانتوا تكسبوا واحنا نكسب الحقيقه عادي. على قلبنا زي العسل، بس هنزعل لو احنا خسرنا طبعا. انما عمرنا ما هنقول اصلك انت عملت وانت سويت وانت، وازاي تتهجم على مدرب كوره.